من يبحث عن سيارة واسعة لعائلته تتسع لثمانية أشخاص مع إمكانية نقل الأمتعة أيضا تكون الخيارات أمامه محدودة للأسف، فكثير من السيارات العائلية ليست سوى استنساخ لسيارات نقل تحمل ذات الاسم، وغالبا ما تكون السيارة العائلية عملية أكثر من كونها أنيقة. إلا أن الأمر مختلف لدى سيارة سيتروين جامبي مالتي سبيس، فبالرغم من أنها أساساً سيارة نقل إلا أن سيتروين أثبتت جدارتها باستخدامها كسيارة عائلية، إذ تبدو السيارة متألقة بلونها الرمادي. في المقدمة تبرز المصابيح الأمامية الكبيرة ومصابيح الضباب. وتضمن شبكة التبريد الضخمة تهوية جيدة للسيارة. ارتفاع السيارة 1.98 مترا، أما طولها البالغ 5.13 متر، فلا يساعد كثيرا أثناء الركن، ويسمح الزجاج الأمامي والأبواب الزجاجية الجرارة بدخول إضاءة عالية إلى الداخل. عموما تمنح سيارة سيتروين جامبي انطباعا جيدا للغاية، وهيكلها مرن، ربما تكون مساندها الرخوة إحدى مساوئها، ويساعد مقودها المحكم على تثبيت السيارة الكبيرة حقا بأمان على الطريق الصحيح، كما تمنح إمكانية الجلوس المرتفعة رؤية جيدة. ويمكن إزالة المقاعد الخلفية في سيتروين جامبي، ولنبدأ بمقاعد الصف الثاني. ارتفاع مدخل السيارة قد يكون مزعجا عند الصعود والهبوط، إذ يتم تخطي حوالي 50 سنتيمترا. النموذج الذي نختبره له مواصفات خاصة، إذ تبلغ قوة محرك الديزل 163 حصانا، ويصل معدل الاستهلاك إلى حوالي 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر، أما سرعتها القصوى 160 كيلومتر في الساعة. وتتميز هذه السيارة بوجود نسخة متطورة من نظام مانع الانزلاق لانطلاق أفضل. قمنا بإزالة المقاعد الأمامية، والآن سنقوم بإزالة الخلفية. وعند إزالة جميع المقاعد يصبح حجم الحمولة القصوى حوالي 4000 لتر، ويصعب ثقل المقاعد نسبيا عملية الفك والتركيب. أما مقطورة السائق فمصنوعة من مزيج من المواد البلاستيكية المختلفة، وتبدو معدات السيارة بسيطة إلا أنها مرتبة بشكل واضح وعملي. وفي ألمانيا يصل سعر سيارات سيتروين جامبي بثمانية مقاعد إلى 40,000 يورو، أما النموذج الأرخص ففيه 6 مقاعد ويمكن الحصول عليه مقابل 26,920 يورو.